أهلا بكم من جديد مع الطبيب. عادات وتقاليد ماشيين عليها والموضوع عمال يزيد الفترة دي، وهي ان احنا كلنا بقت حياتنا السوشيال ميديا وعلى طول ماسكين التليفونات او قاعدين قدام الشاشات او اللابتوب او الكمبيوتر، يعني ايا كان احنا بنضر يعني عينينا بطريقة بأمانة، يعني ممكن نروح لسكة تانية فيها الطريقة دي، خصوصا ان ما بقاش في فئة معينة، يعني اطفال تلاقيه عايز يرجع من المدرسة بسرعة يمسك التليفون، لو ام او اب ماسكين التليفون حتى وهي بتطبخ، خلينا متفقين على النقطة دي، بنلاقي شوية شوية العين ابتدت تدمع، شوية شوية ممكن اصحى من النوم الاقي عينيا مجروحة او اكن حد كده خبطني فيها او بالسكينة بالبلدي كده زي ما بيقولوا، مش قادرة افتح عيني، على طول عينيا بتدمع، طب قطرات قطرات، وافضل طول عمري ماشي بالقطرة وافضل ادعك في عينيا دعك جامد. طب هل الدعك ده ممكن يوصلني لقرنيه مخروطيه اللي هي اصلا مشاكلها كتيره قوي وهنعرفها هي ايه؟ طيب ايه الجديد في الحلول او ايه الحلول الجديده لجفاف العين وحل نهائي في جهاز اول مره يكون في مصر الوحيد عند مركز دكتور احمد المعتصم اللي انا بسميه بروفيسور، هو يعني انا بسميه عالم لان هو مش ماشي على نطاق معين في العلم، لا هو بيبتكر، هو مميز جدا في جراحات العيون، والنهارده هنعرف الجهاز ده فايدته ايه وممكن انا يعني اصلح مشكله جفاف العين نهائيا ولا لا وبكم خطوه. خليني بس ارحب بيه الاول بعد كده نعرف المعلومات المهمه دي. استاذ دكتور احمد المعتصم، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات العيون والليزر بدبي والعراق والسعوديه ومصر. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا ميري؟ وحشنا كتير. الله يخليك. ودايما مشرفني. الله يخليك. لاول مره في مصر مفاجاه حلوه قوي، جهاز مش موجود عند اي حد يعني لسه يعتبر الايام دي. هيجي بالكرتونه بتاعته. هو جه خلاص. هو جه خلاص. داخل مركز دكتور احمد المعتصم اللي دايما بيفاجئني، اللي هو ايه، انا لما افكر حاجه جديده اروح له على طول. ما انا مش هلاقيها بره. هو الطب وجراحه العيون جماله انه دايما في تقدم فيه. اوكي. وجماله انه بيحصل فيه ابديت، واحنا شغلتنا ان احنا لازم نشوف ايه احدث حاجه ودايما نمشي وراها عشان نوصل المريض لافضل شيء. طيب قولي بقى دكتور، خلينا نتكلم في الاول نفهمهم ان الناس اللي عندها جفاف العين تقارن ما بين الناس اللي هو الحاجات البسيطه واللي انت اصلا عندك جفاف مستمر في العين، احس بايه يبقى عندي جفاف في العين؟ جفاف العين دي مشكله يعني مزمنه طبعا نمره واحد، موجوده عند كل الناس تقريبا بدرجات متفاوته. جفاف العين هو الانسان بيحس دايما ان عينه مش عارف يفتحها كويس، عينه على طول تعبانه، عينه بتدمع فجاه لوحدها، يصحى من النوم يقول لك انا حاسس ان جفوني ملزقه ببعض، وتيجي بقى المشكله الخطيره جدا انه بيتحول الى نوع من الحساسيه. فطول المريض ما قاعد يبتدي يدعك في عينه كتير، واحنا طبعا قلنا قبل كده في حلقات قبل كده دعك العين يساوي عندنا قرنيه مخروطيه. طيب هو دعك العين هيوصلنا للقرنيه المخروطيه طبعا. انا هرجع تاني لجفاف العين بس خليني احذرهم كده، عشان ما هو احنا بما ان عندنا الجهاز ده يبقى احنا هنتلاشى خالص القرنيه المخروطيه. تمام. ما انا هخف من جفاف العين. بالزبط. نهائيا. مظبوط. يعني ده الحل الامثل لجفاف العين. مظبوط. ومش مؤقت. لا مش مؤقت. هو خلينا نشرح الناس يعني ايه الدموع الاول بتاعت العين. الدموع بتاعت العين عباره عن ثلاث طبقات. اوكي. طبقه اولانيه عباره عن طبقه مخاضيه، بعدين ثم طبقه عباره عن ميه اللي هي اكتر حاجه موجوده العين، وبعدين طبقه زيتيه او الزيت. حلو. الزيت ده بيطلع من غدد، الغدد اسمها مايبوميان جلانز. الغدد دي اهميتها ان هي تطلع الزيوت المخصوصه اللي تقدر تركب فوق الميه بتاعت العين، فبتثبتها في مكانها. يعني اذا احنا كنا عارفين الزيت بيعلى فوق الميه. حلو. بيعوم على الميه. أوكي. طيب لو انا الطبقه الزيتيه مش موجوده يبقى الدمعه مش هتعرف تقف على العين، هتطلع بره، يبقى العين بتدمع فجاه، بتدمع لوحدها ليه فجاه؟ عشان ما فيش الطبقه دي. بالظبط. احنا من كتر ما احنا بنبص في التليفونات والقصص دي هي بتكون سببها ان الغدد بتاعتنا في يمكن في مصر او بلاد الميدل ايست يعني الجو عندنا حر شديد، الغبار كتير، الرمله كتيره، فالغدد بتقفل. فالمريض ده على طول مستمر جفونه تعبانه، مستمر على طول عنده حرقان، يقول لك عيني بتدمع فجاه، حتى انت عندك جفاف عين. فبيقول لي ازاي اذا كانت عيني بتدمع كتير يا دكتور احمد، ازاي بتقول الكلام ده؟ هي بتدمع كتير لان المفروض الدموع تثبت في العين. فلما ثبتتش تحصل ايه؟ عشان الطبقه الزيتيه مش موجوده بسبب الغدد مش موجوده، فاللي يحصل الدموع تنزل بره، يبقى العين ناشفه والعين بتدمع على بره.
طب لو هنمشي تدريجيا الناس اللي بتصحى يعني احنا هنمشي كده لغايه ما نوصل للقرنيه المخروطيه عشان نحذرهم ان انت ممكن بجفاف العين ممكن توصل لايه. طبعا. الناس اللي بتصحى من النوم تحس ان عينيها مجروحه او دي بقى بتبقى دخلت في قرحه او شده الجفاف. مشكله الحالات دي الاساسيه ان هو نايم تمام، المريض ده مش عارف يقدر يشوف كويس، هو عينه مقفوله مش عارف يفتحها بصوره قويه، فيفاجئ يحس كانه مجروحه بالظبط، وصف العين المجروحه ده معناه جزء شديد من الجفاف، الجفاف الشديد جدا اللي ممكن يوصل لدرجه تحصل فيه تقرحات في القرنيه، ان هو يصحى الصبحيه 3-4 ساعات مش عارف يفتح عينه كويس، يقول لك انا اضطر احط اطراف كتير عشان اقدر افتح عيني، ده معناه انه حصل جفاف لدرجه تقرح في القرنيه، درجه شديده جدا طبعا، وده معناها ان انا لازم اتدخل وبسرعه اعالج هذه المشكله، يعني بسرعه اعالج المشكله دي بالظبط كده. عدينا التقرح وطبعا بيبقى برضو حلوله مراهم وحاجات زي كده وقطرات صح؟ تمام. طيب تجاهلت الموضوع، القرنيه المخروطيه ما هو لما بيحصل جفاف شديد يبتدي المريض يتحول الى حساسيه مزمنه، حلو، يبقى طول ما قاعد المريض بيعمل ايه؟ بيدعك في عينه. واحنا قلنا قبل كده دعك العين معناها الياف القرنيه بتضعف تبعد عن بعض، القرنيه بتتحدى بالامام، ده القرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه خطورتها ايه؟ عمى، تؤدي العمى لو استنيها توصل لممكن حصل فيه سحابات في القرنيه، يحصل فيه تجمع مائي وقرنيه، وفي الاخر المريض ممكن في الاخر ما يشوفش حاجه خالص مع الاسف. يعني من جفاف العين ممكن يحصل قرحه في العين وبعد كده ندخل في قرنيه مخروطيه وممكن افقد نظري، ده كله عشان حاجه بسيطه جدا وعلاجها بقى موجود في مصر، ومتهيالي يعني الجهاز الوحيد في مصر نقول حاليا، لان طبعا اكيد كله هيحاول هو يسعى يشتري. الجهاز فكرته جميله ليه؟ لان الجهاز دوت هو بيؤدي الى استخدام مجموعه من الضوء وليس حاجه حراريه تمام، وليس ليزر، ناس بتخاف من الليزر عن الجفون، يعني ممكن تحرق او مثلا حراره جديده، حراره ممكن تاثر على الجفن، فالناس تخاف من هذا الكلام، لكن ده عباره عن مجموعه من الضوء بياخد حوالي يمكن 5 ثواني تقريبا، عباره عن 3 جلسات، كل جلسه مثلا بتقعد حوالي ممكن دقيقه او دقيقتين، وبنحط طبعا جوجلز نحمي بيها العين، دي مهمه جدا، ويجي على الجفن من تحت، فكرته ايه؟ ينشط الغدد دي. يخلي الغدد دي ترجع تفتح تاني عشان ترجع تاني لطبيعتها. يعني مش معنى ان احنا نسمع ان هو كلمه جهاز ان دي عمليه، لا، لا دي جلسه، لا 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 يعتبر زي جلسه اي جلسه في العياده، مثلاً دي حاجه تعمل في العياده، حاجه بسيطه، حاجه ضوئيه حتى، ولا هو ليزر ولا حاجه حراريه، فالناس ما تخافش منه. طيب قول لي بقى يا دكتور، احنا عشان نجيب الجهاز ده يعني اكيد حضرتك الموضوع ما كانش بسيط، يعني يعني ايه اللي حصل او عملت ايه عشان يكون عندك اول مركز بمعنى اصح؟ السؤال ده جميل جدا، واحنا شفنا هذا الكلام في 2019 اخر مؤتمر في سان دييغو في كاليفورنيا، فوجئنا ان نازلين الحاجات دي شركات كتيره جدا بطرق مختلفه، وقعدنا لفينا على كل الشركات في المؤتمر دوت نبص على افضل جهاز لعلاج جفاف العين، عندنا جفاف العين منتشر عندنا بصوره قويه جدا، وناس بيشتكوا شكوى شديده، وكل العلاج بتاعنا عباره عن قطرات بس، فمين يقول لك انا زهقت من القطرات، انا مش هقدر اعيش حياتي بالقطرات يا دكتور احمد. أوكي. ومحتاج 3 جلسات لكل عين، 3 جلسات لكل عين، هي الكورس العلاج يعني عبارة. انا بعمل عيني الاثنين في نفس المره بالظبط، وبعدين اجي لحضرتك بعد قد ايه؟ اسبوعين حلو، والثالثه بعد شهر ونص بس كده، والمفاجاه ان المريض بيحس بالمفعول بتاعها في ساعتها. اوكي، لان انا جربتها على نفسي في امريكا لما رحت. انا عارفه عارفه ان حضرتك بتحب تجرب كل حاجه قبل ما اصل برضو جهاز بالمبلغ ده ويعني هتكون مميز فيه، وهيكون يعني حضرتك الوحيد في مصر اللي عندك الجهاز ده، وبرضو يعني مبلغ مش قليل اللي انت تجرب طبعًا يعني طبعًا اكيد انت متاكد منه. وفعلا زي دي الغدد، هي دي غدد بنتكلم عليها اسمها المايوميان جلانز، ازاي بينشطها بخليها تشتغل بصوره مظبوطه، وده يخلي تطلع الدهون اللي المفروض تطلع، اللي هي الدهون الطبيعيه اللي احنا ممنوعين منها مع الاسف بسبب ان الغدد دي مقفوله. بص او بص يا دكتور، الفرق يعني العين دي فاتحه، هو الجفاف بيخلي فيه اصفرار في العين كده، مش بيخلي اصفرار شويه والحمار، يبقى العين محمره على طول، محمره لكن كمان فيها شعيرات دمويه كده بالظبط، ليه؟ عين مرهقه، عين ما فيش فيها الميه المطلوبه ليها، فاول ما تعالج المريض يحس بالفرق على طول في ساعتها. انا مش عارفه انا هروح اعمل عندك ايه ولا ايه يعني هعمل تصحيح ابصار في رمضان ولا هعمل؟ طبعا دي لازم، لان انا طبعا ايه اللانسز وبرده على طول ماسكين التليفونات والاضاءه، يبقى نقولها بطريقه حلوه. بحس بيه، انت قلتي كلمه جميله جدا. قول لي بقى، نعالج جفاف العين الاول وبعدين اعمل تصحيح ابصار. يعني انا اجي لك الفتره الجايه اعالج جفاف العين نمره واحد؟ طب لو للبنات، البنات اللي هي بتلبس العدسات اللاصقه ده هيبقى زي حاجه رائعه يعني الجمال. قصدي لازم تقعد فتره ما تلبسهاش؟ ما تفرقش ولا معانا، ما تفرقش معانا، ده انت هتريح بنات كتير قوي طبعًا. لان في بنات بتلبس يدوبك ساعتين آه. ممكن لو رايحه فرح عيني تقلعها تقول لك انا اتجرحت
ما هو ده معناها جفاف مزمن. والله حصلت معايا انا شخصيا جفاف مزمن. يبقى ساعتها العلاج الامثل ليهم انها تعمل الجلسات ديت بحيث انها تضيع مشكله الجفاف خالص، وبعدين بقى تلبس العدسه اللاصقه، عايز تعمل تصحيح النظر. لان بعض المرضى ممكن اقول له والله مش هقدر اعمل لك الليزك او الفيمتو ليزك اللي هي دكتور احمد عشان عندك جفاف شديد. فساعتها الجهاز ده هيبقى بالنسبه لنا انقاذ، ان المريض اللي كنت قلت له قبل كده مش هعمل لك ليزر، لا انا هعالج لك جفاف العين وبعديها بشهرين اقدر اعمل لك الليزر. انت مميز بحاجه حلوه قوي وانا لازم اقولها، ان اسمك كبير قوي وحضرتك انا 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 لازم اقول لك الحقيقه بروفيسور عالم كبير بجد، مش 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 موضوع يعني دكتور عيون وخلاص، لا الموضوع أشكرك. اكبر من كده بكتير يا جماعه صدقوني. انا يعني في بقى النقطه انا عايزه اتكلم فيها، الاسعار. الناس بتفتكر ان الدكتور الواو ده قوي سعره، لا ده انا لا مش هروح. لا احنا وي الاسعار يعني. بقى عندك طبيعيه جدا، وانا روحت وشفته وسالته وفي ناس راحت اوكي. هل بقى الجهاز ده انا هيقضي على ايه؟ الجفاف. على جفاف نهائيا وهقدر علاج نهائي وهعالج مشكلتين. همنع القرنيه المخروطيه نمره واحد. ايوه طبعا. ونمره اتنين اللي كان عنده جفاف يمنع تصحيح الابصار، انا هقدر اعالج له الجفاف ثم اعمل له تصحيح الابصار. يعني انت كده هتبقى يعني حميت لي عينيا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. سعره يعني معقول. في المتناول العادي جدا، جلسات عاديه خالص العادي جدا. جدا اسعار عاديه ريزنبل، مش همشي بالقطر على طول. لا لا لا، على فكره بقى دي نقطه مهمه، انت لو حسبتي القطرات على مدار السنوات هتلاقي ده ارخص بكتير. بس كده، ده اللي انا عايزه اوصل له في النقطه دي. طبعا. من كتر يعني ان احنا معجبين بالجهاز، احنا حابين ان احنا نعرض تاني الفيديو دكتور. تمام. ونوضح اكتر، بيورينا تاني اهو يعني ازاي ان في غدد. ان اول حاجه لازم احمل عين نمره واحد، بنلبس زي جوجل عشان ده عباره عن ضوء مش عايز يخلي تتعب عين المريض، يبقى في اي قلق على العين. وبعدين بيبتدي البالسز او اللي هي جلسات نبضيه ضوئيه تنشط الغدد. اول ما تعمل كده بتيجي الغدد تطلع الدهون المفروض تطلعها الطبيعيه. بالتالي الجفن يبقى كويس، ونشوف منظر العين على ايدنا مثلا الشمال ازاي عين حمراء وتعبانه، وازاي بقت افطر على طول بعديها العين ابيضت، العين بقت مرتاحه، فتح العين وقفل العين بقى اسهل واسرع بكتير، باينه جدا طبعا. والمريض بيحس بيها على طول في ساعتها. ده الجمال بتاع الجهاز ده بصراحه. الجهاز ده ممكن يساعد جدا الناس اللي هي يعني دلوقتي انا في ناس بتبقى مش لاحقه تعمل يعني زي انا متاخره شويه في عمليه الليزك، فبضطر الواحد يلبس لانسز نظر صح كده. من جفاف العين ما بنقدروش يلبسوها فتره طويله طبعا. انا روحت عملت الجلسات دي ماشي، ارتحت من جفاف العين خلاص، هلبس بقى العدسه اللاصقه بصوره طبيعيه طبعا، ما تجرحنيش، ما بقاش لا حابه ان انا اقلعها بسرعه عشان تعب. ما هو انت ليه حابه تقلعيها بسرعه وليه بتعبي؟ عشان عندي جفاف. لما نعالج جفاف يبقى ساعتها العين تتعامل بصوره افضل، العين تحس ان هي مرتاحه اكتر، طبقات الدمعيه فيها افضل واحسن، بالتالي ممكن المريض تبقى امور احسن مع العدسات اللاصقه. سؤال اخير وهختم لان الفقره انتهت. الجهاز ده اكيد بيساعد يعني نسبه النجاح اكتر في عمليات الليزك. أكيد. يعني أكيد. هتبقى العمليه ناجحه اكتر، ما انا طبعًا. يعني النظر اتظبط وفي نفس الوقت ما فيش جفاف سواء قبل او بعد. يعني في مريض انا كنت اقول له قبل كده ما ينفعلكش تصحيح النظر، حضرتك عندك جفاف شديد، ساعتها ممكن نعالج الجفاف ثم الليزر. يعني في ناس ما ينفعش تعمل طبعًا. تصحيح النظر طبعًا. عشان عندها جفاف شديد طبعًا. فدلوقتي معانا الحل طبعا. لا احنا لازم حلقات سلسله حلقات في الجهاز ده. او ان المريض بعد عمليه الجفاف بعد عمليه الليزر بعض الاحيان في مريض الجفاف بيستمر معاه شويه ومش مستحمل له 6 17 بقطرات، ساعتها نقدر نحلها له بالثلاثه سيشنز دول وخلص القصه. انا ايه اللي يخليني امشي بقطره طول حياتي وانا ممكن بجهاز 3 جلسات وبعدين مش عمليه؟ يعني جهاز هو بس بيظبط الدنيا. الغدد هي غدد صح كده، غدد جوه الجفون يعني يعتبر بيصلح الغدد. بالظبط كده. انا بشكرك جدا ونورتنا ودايما مشرفنا، ودايما كده انا بفتخر ان دكتور احمد المعتصم معايا برنامج الطبيب. نشكر استاذ دكتور احمد المعتصم استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات العيون والليزر بدبي والعراق والسعوديه ومصر. وانا كمان بشكركم، خليكم دايما مع الطبيب.